ولكن كلمة تحط الناس في سجن كبير وما توفر لهم حتى شيء، لا اقتصادي ولا ثقافي ولا اجتماعي ولا إحاتة، أن الناس أكيد سيلتجئون إلى استنباط حلول. ولو نحن ندلوا بمسألة كما هذه، ولكن الناس ولادات صغار معناها يشوفوا ما عندهاش أفق مسدود. احنا في مدينة كمدينة جرجيس لا فيها لا مسرح، لا فيها ثقافة، لا فيها مصانع، لا فيها معامل، الناس معناها ما عندها حتى آفاق. فهذا هو اللي يخلي معناها الناس تضطر إلى معناها إلى الحرقة، واللي هي معناها بصراحة ظاهرة ماهيش. ثم الأزهر تفضل. بهذه الظروف كل، ما ننساوش أنه كاينين اللي وصلوا للضفة الغربية، وصلوا لإيطاليا، وصلوا لإسبانيا، وصلوا لفرنسا، وولوا يغذوا هذا الأمل بصور في مواقع معروفة، في أماكن مشهورة، بألبسة رياضية حديثة وتستجيب للموضة كما يقال. فهل هذا يغذي أيضا الرغبة، ايضا يغذي حتى في الـ في الـ ويقنع هؤلاء الشباب بأن من عبر فقد وصل؟ قد انتصر النجاح اليوم. كان قبل يمكن في التسعينات الثمانينات كان النجاح هو كي تنجح في قرايتك وتحصل على شهادة علمية كذا. اليوم من مفهوم النجاح أصبح من يلتحق بالضفة الأخرى فهو ناجح مهما وهل هذا شنو كان حقيقي الوضع. الأزهر؟ الأزهر نعم هذا حقيقة، حقيقي يعني السؤال يتطرح باش نفهموا هؤلاء اللي صح. راهم عندهم هذه الرغبة، اللي عندهم هذا التصور، هل هذا حقيقي؟ يعني هل لا غير كل حقيقي الذين مرة وصلوا إلى الضفة نجحوا وراهم ملاح؟ لا بالعكس. الناس يعني امبارح واحد من الاخوه ربي يبارك فيه معناها هبط بتيت سيكونس فيديو اللي في جهه بارباس ولا واحد معناها قالوا ما الناس تحرق وخلصت معناها فلوس وربي عالم بحالها وكانت معناها تمشي محاذيه للموت، وهو يبيع في السيجارات معناها نتاع البلاد. معناها هذه الوضعيه بصراحه، معناها وناس تبات في الشوارع وناس تتذور جوعا وناس معناها في وضعيات غير حاجم. هو باش يظهر روحه ولا باش يرجع ماهوش ما نجمش. انا عائلته خسرت عليه برشا فلوس باش جابته للمكان هذا، ويعرف انه اذا يرجع باش يصير له دي ديبرسيون، يمكن يمرض، يمكن يصير له مشاكل كبيره حتى نفسيه واجتماعيه. فيقول لك معناه يتحمل. والناس اليوم احنا بتاتر زاد كجمعيات وكاعلام الموجود في الخارج ما خرجناش زاد الصوره الصح الحقيقيه للناس اللي عايشه هنا كيفاش عايشه، خاصه الوليدات هذا اللي حارقين واللي سون بابي وكيفاش عانوا في الكورونا. احنا كنا من الناس اللي تعايشنا معاهم وودينا لهم يد المساعده، وكنا معناها شفناهم في اي حاله كانوا. بصراحه كانت حالات مزريه، ولكن هذا لا ينفع لان الولد دخل في الثقافه نتاع الاجتماعيه نتاع البلدان معناها افريقيا كامله. يعني معناها تشوف انت كي سواء من تونس ولا الجزائر ولا في المغرب، طيب وتشوف انت معناها مظهر، من جنوب الصحراء